بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان النهاردة أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وفي أمطار كمان متوسطة إنما على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ده غير إنه هيكون في اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح هتكون من 40 ل 50 كيلومتر في الساعة. وتفاصيل أكتر هتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، والصباح الخير على كل الساده المشاهدين. طمنينا عن حاله الطقس النهارده، وخصوصا ان في امطار يعني ما بين خفيفه المتوسطه في اماكن مختلفه في مصر. اليوم طبعا هيستمر تاثرنا بامتداد المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا، مع ايضا استمرار تاثرنا بمنخفض على سطح البحر المتوسط وقودها الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. هتعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فهيستمر معاها انخفاض درجات الحراره، هو انخفاض طفيف في درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل. الاجواء فترات النهار معتدله تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للحراره فتره النهار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. لكن فترات الليل مع غياب اشعه الشمس درجات الحراره هتنخفض بشكل ملحوظ، والاجواء هتكون اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. ايضا اليوم هيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح ده هيزود احساسنا اكتر بانخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان ان نشاط الرياح ده هيؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج هيكون ما بين 2 الى 3 متر وغير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه. طبعا مع وجود التكاثر للسحب المنخفضه هيكون في فرص لسقوط الامطار، واللي يمكن بدات خلال الساعات الاولى من الصباح على السواحل الشماليه للبلاد. الامطار اليوم هتكون امطار متوسطه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح والاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، ايضا دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، كل المناطق دي معرضه لسقوط امطار متوسطه. كل ما تقدمنا للداخل لمحافظات جنوب الوجه البحري مدن القناه كميات الامطار كانت خفيفه الى متوسطه، ايضا الامطار هتمتد خفيفه لمناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد، يعني فرص الامطار في المناطق الداخليه اقل من المناطق الساحليه، هتكون طبعا على فترات متقطعه من اليوم وهنلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا. اللي ان شاء الله متوقع استمرار انخفاض درجات الحراره على مدار الاسبوع القادم، ومتوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى هيكون ما بين ال 21 وال 22 درجه مئويه. فرص الامطار هتختلف من يوم ليوم ان شاء الله، يعني غدا هتنحصر فقط في سواحلنا الشماليه، مع منتصف الاسبوع هتعود مره اخرى لمحافظات الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الاحمر، وهتعود كمان مره اخرى غدا الشبوره المائيه في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مهم جدا مع الاجواء دي احنا لازم نحافظ على المتابعه الجيده للنشرات الجويه بصوره يوميه، لان احنا في الخريف اللي معروف دايما بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، مهم ان احنا كمان يعني نرتدي الملابس الشتويه خلال ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا بسرعه تعالوا نتعرف ونتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدأ بالقاهرة العظمى فيها 23 والصغرى 17، العاصمة الإدارية العظمى 23 أو الصغرى 17، اسكندرية 23-15، العلمين الجديدة 22-15، مطروح 23-14، دمياط 24-17، بورسعيد 24-17، الإسماعيلية 25-15، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 16، العريش 24-16، كاترين 16-7، طابة 24-15، حلايب 25-21، شلاتين 28-20، شرم الشيخ 26-20، الغردقة 26-18، الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 16، بني سويف 23-16،
الوادي الجديد 25-15، أسيوط 23-11، سوهاج 24-14، قنا 25-15، الأقصر 26-17، وأسوان العظمى 26 والصغرى 17. وكده عرفنا درجات الحرارة النهاردة والأجواء المختلفة على محافظات مصر المختلفة، كمان درجات الحرارة ويعني بعض المناطق فيها الأمطار ممكن تبقى خفيفة جدا إلى متوسطة. ناخد بالنا في الطريق إن شاء الله، نرجع بيوتنا بسلامة ونرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا رب.